بعبوة إجرامهم قتلوا جسده في هذا المكان، ولكن روحه في كل زاوية وفي مواطنين لم ينسوه يوما. مواطنون حضروا في ذكرى اغتياله إلى موقع التفجير ليقولوا للرئيس الشهيد رفيق الحريري: نحن دايما معك. كل سنة بيجي لهون على وقت الاستشهاد الله يرحمه. شو بدي أقول؟ بدي أقول خسارة لبنان كتير، وعمي تبين نتيجتها بعد هالسنين كلياتها. كل سنة منشوفك هون، منشوفك على الضريح، منشوفك بالبيال، منشوفك بكل مناسبة خاصة بالرئيس الشهيد أو الرئيس سعد الحريري. ليه هالقد؟ ما بيصح عند الله غير الصحيح. ما بيصح عند الله غير الصحيح. أول شيء شهيد رفيق الحريري الله يرحمه ويقتل اللي قتله. شهيد رفيق الحريري ما بيتنبن. شهيد رفيق الحريري كان لكل لبنان، ما كان لطائفة معينة. وعند الواحدة إلا خمس دقائق توقيت التفجير، التوقيت الذي غير كل شيء، أضيئت شعلة الحرية. النشيد الوطني وأنشيد للرئيس الشهيد عزفتها كشافة لبنان المستقبل بعد قراءة الفاتحة عن روحه. واقفين نحن وقفة عز وكرامة بالوطن قدام شهيد الوطن اللي هو مات بهيدي المنطقة استشهد، لحتى نجدد العهد والوعد من كشاف لبنان المستقبل للوطن كله انه نحن بعدنا واقفين حاملين رسالته الوطنية. نحن منأكد على الثوابت اللي قام عليها دولة الرئيس رفيق الحريري الشهيد، ومنجدد العهد مع الرئيس سعد الحريري على حماية لبنان ووحدة لبنان والعيش المشترك. ونقول نحن مكملين مسيرتك، مكملين معك وعلى خطاك سائرون. وعلى بعد أمتار يقف الرئيس الشهيد، إنه هنا وقفة شامخة وعينان مليئة بعشق لبنان وابتسامة تطمئن الكبير والصغير وتقول دائما: ولا يهمك. كذب من قال أنه رحل، وواهم من ظن أنه انتهى. هي شعلة الحرية التي حملها الرئيس الشهيد رفيق الحريري واستشهد من أجلها، وما إضاءتها كل عام ومن موقع التفجير إلا تأكيدا أنه ومشروعه ومبادئه لن تقتلها متفجرات حقدهم. من السان جورج، ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل.